سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. مرحبا يا أطفال، عم يزيد يرحب بكم في هذا الحفل الرائع. عجبكم الحال؟ عجبكم الحال؟ إذا مرحبا بكم، وعم يزيد يتمنى لكم إن شاء الله عيش سعيد في مجتمع آمن. شكون يقدر يقول لي لما أي إنسان يقع له حادث ولا يمرض، إنسان لما يمرض ولو وقع له حادث ولا، لمن يعيط؟ لمن؟ للإسعافات. يعيط للإسعافات؟ أحد قريب له. أحد الأقارب. يعيط لمالي. يعيط لمالي، هو مريض ماهوش قادر يهدر. لمن يعيطوا؟ لما تكون في خطر، حادث مرور، لمن تعيطوا؟ قل لي. طبيب. تعيط للطبيب، تعرف طبيب يجاوبك انت يا؟ وراه طبيب اللي يجاوب؟ بالجمعة ولا بالسبت؟ في الليل؟ تعيط للطبيب؟ لا. لمن تعيط؟ حماية المدنية. الحماية المدنية، برافو. نعيطوا الإسعافات تاع الحماية المدنية، هما اللي يتكفلوا بيك باش ياخذوك للمستشفى ولا ياخذوك عند الطبيب. الحماية المدنية هما رقم 14. برافو. السؤال مازال، هذا هو راح يجي السؤال هذا هو راح يبدا السؤال. هادو كاع كانوا وش هي مالا؟ مازال السؤال ما قلتوش، راه جاي السؤال. السؤال هو وقتاش اليوم العالمي للحماية الماء؟ عرفتوها كاع؟ مالا سهل هادي، بدل. لا. نعطيكم سؤال أصعب. عرفتوها كامل؟ بينغو. عطوا الميكرو للشباب هذا، عطوا له. عطوا الميكرو.
اعطوا له الميكرو لهيك هذاك الشباب، احكوا له الميكرو. واسمك؟ ريان. ريان. ريان اسمك شباب. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. يما يدخلوا لا قول لي 14 واش؟ وقتاش؟ 1 مارس. مادام هو قول لي وقتاش؟ 1 مارس. برافو، تعال جيبه. اروح اروح تعال. لا لا مادام اعطيه لنا من نبر. يلا اعطونا اعطونا ريان، اعطونا ريان. يلا 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 برافو برافو ريان، اعطونا ريان. يلا 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 عاونوا 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 ريان عاونوا ريان. لا ريان تعال تعال ولدي عاونوا. فوالا تعال ريان. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ بابا بومبي. بابا بومبي الله يبارك. تصفيقة 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 الكامل رجال الحماية المدنية. وقتاش اليوم العالمي؟ يوم السبت. وقتاش؟ يوم السبت. يوم السبت. شوف واش قلت. دقيقة دقيقة قول لنا واش قلت لك ماما. قول هاي. قلت ماما قول لعمو يزيد بابا بومبي. قلت قول لعمو يزيد بابا بومبي. سما كيف بالمعرفة ولا كيف؟ لا لا معليش. وقتاش اليوم العالمي؟ 1 مارس. برافو 1 مارس. قالكم ريان 1 مارس. لا لا 1 مارس 1 مارس. إذن ريان عطوني الهدية تاع ريان. إذن ريان اللي باباه بومبي نحييوه ونقولوا له يعطيهم الصحة على المجهودات الجبارة. عمو يزيد ورامي راعي البرنامج مازال ما كملناش الهضرة، دا الكادو حب يروح. هيا بوس. قالت لك ماما بوس عمو يزيد. فوالا ماما تقول لك كلش. تحب ماما وبابا تحبوه ولا لا؟ لا نحبو. برافو برافو لازم يحبوا ماما وبابا. الله يبارك الله يبارك. اذا برافو ولدي رامي راعي البرنامج وراعي حصة مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل. يعطيك هذه الهدية المتواضعة ان شاء الله تستفاد بها. تفضل ولدي. يلا عمو يزيد دالكم مفاجأة لرجال الحماية المدنية. أغنية نقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. يلا كمل. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء.
يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإتقان. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإتقان. تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار لخدمة أو منع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار لخدمة أو منع الأضرار. فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإتقان. باسل شهم أنت يا رجل الإطفاء. إذن رجل الإطفاء نكن له كل الاحترام كل الاحترام. واش رايكم؟ كاين حاجة مهمة. واش نديرو في العطل؟ في العطل واش نديرو؟ والأعياد كذلك. في العطل والأعياد بينغو. في العطل والأعياد شوف شباب هذا. نحتفلوا أنيس مشماش. واسمك؟ واسمك؟ مشماش أنيس. واش هو الجواب؟ ها؟ سمعت السؤال؟ فهمتو. واش نديرو في الأعياد والعطل؟ نحتفلوا بيهم. نحتفلوا بهم؟ معليش. شوف الشابة هذه واش تقول؟ واسمك؟ سارة. سارة، واش نديرو في الأعياد والعطل؟ نزوروا الأقارب. زوروا الأقارب، برافو. واسمها؟ واسمها زيارة الأقارب. شوف الشابة هذه اللي قدامها، واسمها؟ رحلات. لا. شوف الشطرة هذه ثاني. صلة الرحم. تعرفوها؟ صلة الأرحام. عمو يزيد ما يقدرش، على بالكم يا أطفال. عمو يزيد من خلال برنامج مع عمو يزيد درنا أكثر من مئة أغنية كاتبينها جزائريين بلحن جزائري مستوحاة من الواقع الاجتماعي الجزائري. مدابية كامل تستفادوا من هذه الأغاني. ما عليكم إلا توجهوا لصفحة الفيسبوك عمو يزيد الصفحة الرسمية ولا على اليوتيوب
على حساب عمو يزيد، هو معروف كاع الاغاني تسيبوها ولا على موقع الانترنت عمو يزيد .com تسيبوا كل الاغاني. نقول فيها ربي وخير الانام اوصى مشن سيرة الرحم، اي قالوها معليش معليش على بالي بلي كامل شاطرين وعرفتوا صلة الارحام. ربي وخير الانام اوصى بصلة الارحام، فاوصلها لا تقطعها هذا الشيء والله حرام. يلا كامل تغنوا معايا صلة الارحام. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، سأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. هذا العيد ها قد جاء يا أبنائي يا أحباب، فأقاربنا يلا ندق عليهم باب، هذا العيد ها قد جاء يا أبنائي يا أحباب، فأقاربنا هنا وهناك يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. شكرا شكرا. إذن يا أحبائي
ليس عندي فرق بين عمي وخالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. يا أطفال، وش هو الشيء اللي نقرأ به؟ كان حاجة نقرأ بها، تكلمنا على القلم، كان حاجة أخرى، حاجة نكتبوا فيها، نكتبوا فيها السيالة، السيالة، لا لا نكتبوا فيها الكراس، الكراس. عمو يزيد دلكم أغنية يقول فيها: كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما أدبا ودين. يلا عمو يزيد، كيفاش يتحاور مع الكراسة وكيفاش نحافظ عليها؟ نقول فيها: غلفتك لون يليق أحمر ووضعت اسمي فوقه يظهر. يلا كراستي كراستي ما تحملين. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر. محفظتي هي بيتك كراستي، شوقي إليك دائما بيحضر. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. كراستي كراستي عامي بدا، أشتاق لي أن أكتب درس الغدا. فمعلمي هو يشرح درسا إذا به يأمر أن نكتب كل مفردا. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. فيك كتبت أدروسي معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي. من أول صفحاتك للتاليات تبقين أنسي مرجعي في مآتي. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خزنتي طول المدى. علي إذا طال الزمان أفتح صفحاتك لأذكر يوما غدا. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. شكرا شكرا شكرا. كراستي كراستي إذ تفتحين
والقلم يحن للكتابة بعد حين. يا أحبائي هذه أغنية باش نحافظوا على الأدوات المدرسية. شكون لي قول لي وقتاش؟ هذا سؤال شوية واعر وقال لي أنه جديد. على بالكم باللي نعرفوا كامل باللي كان اليوم العالمي للطفولة، كان اليوم الإفريقي للطفولة، اليوم العربي للطفولة، على بالكم باللي كان اليوم الوطني للطفولة في الجزائر. هذا جديد، على بالي ما سمعتوش به، لأني أنا شخصيا سمعت به هذا العام. معلش هو من 2015 هو موجود، معلش حنا للأمانة نوصله لكم. هذا اليوم هو اليوم الوطني للطفل الجزائري. تعرفوا وقتاش؟ لا لا، واحد شو عيد الطفولة، لا لا مشي واحد جوان، لا لا مشي 16 مارس مش. شكرا. يعطيك الصحة وليدي، يعطيك الصحة، شكرا. شكون اللي يعرفوا؟ قولي بروميير جوان، ماشي هو، ماشي أول جوان باش نتفاهموا، ماشي أول جوان. قولي 19 مارس، لا لا ماهوش في مارس، لا ماشي في مارس، ماشي في مارس، نو 5 جوان ماشي هو. تعالي تعالي اعطوها الميكرو، تعالي اعطوها الميكرو. واسمك؟ 15 جويليا. واسمك؟ اسيل. واسمك؟ اسيل. وقتاش الجواب؟ 15 جويل. تعالي 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 تعالي. تعالي تعالي طلعوها طلعوها، عرفتوها كامل. اذا اليوم الوطني، واسمك؟ اسيل. وقتاش اليوم الوطني؟ 15 جويل. 15 جويلية، برافو. سي 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 سي، ما على بالكمش، خلاص جاوبت. اذا اليوم الوطني للطفل، اعطيني الهدية تاعها. اذا عمو يزيد ورامي راعي برنامج مع عمو يزيد وهذا الحفل البهيج، يهديك هذه الهدية المتواضعة ان شاء الله تستفادي بها. شحال في عمرك؟ 6 سنين. شحال؟ 6 سنين. 6 سنين، الله يبارك. وشاطرة هكذا، الله يبارك، برافو برافو برافو. لحقوها الوالدة تاعها. عيد ميلادها اليوم، عيد ميلادك اليوم، خلاص رجعيها مدام، رجعيها نغني لها الاغنيه تاعها لازم. شكون عيد ميلاده اليوم؟ كامل، خلاص هي من ربحت الهديه وجاوبت شاطره، نخلوها معنا ونغنوا لكم كامل الاغنيه، الاغنيه تاع عيد الميلاد اللي يقول فيها عيد ميلادك. وش نقول له؟ أبي اليوم عيد ميلاده. برافو، إذا لأبيها وليكم كامل عيد ميلاد سعيد. عمو يزيد دار أغنية خاصة بأعياد الميلاد. عيد ميلادها تاني، اقعدوا معي، يلا، اقعدوا معي. خليها هنا معايا. يلا. وشن؟ عيد ميلادك تاني. إذا عيد ميلادك أحلى عيد. ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك
عيد ميلاد سعيد. يلا تغنوا معي الأغنية. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات، نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. شكرا 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 شكرا. نشكر عمو يزيد لليوم يجينا وإن شاء الله يجينا في الخطرة الجاية. يعطيكم الصحة لعمو يزيد والحصة الشروق على هذه الاستضافة وعلى هذه المبادرة الحسنة، ونتمنى تكون ماشي هذه آخر خطرة مرة إن شاء الله، هاكم فرحتونا وليداتنا ومرحبا بكم في مدينة القليعة، ويعطيكم الصحة ولا بروشين فوا إن شاء الله. نشكروا دار ثقافة وعمو يزيد وبلدية القليعة والمسؤولة على دار ثقافة، ودايما يديروا لنا هدا في الكونجي ويعطيكم الصحة. نشكر عمو يزيد، نشكر دار الثقافة ويعاودها لنا إن شاء الله مرة أخرى، فرحنا وليداتنا بارك الله فيه يعطيه الصحة. نشكر دار الثقافة ومدينة القليعة، وإن شاء الله ماشي هذه آخر مرة، وإن شاء الله يديروها لنا مرة واحدة أخرى. شكرا 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 يا عمو يزيد، وشكرا دار الثقافة. السلام عليكم. نشكر الشروق اللي اليوم جات زارتنا وجابت لنا عمو يزيد لهنايا، الممثلين نشوفوه برك في التلفزيون، اليوم رانا شفنا اون ديريكت واللي فرح لنا ذراري، ونشكروا هو دار الثقافة اللي جابت لنا عمو يزيد، ونشكروا السيد بوجمعة ثاني المدير تاع دار الثقافة اللي درنا هذا التظاهرة بمناسبة العطلة الربيعية، ونشكركم بزاف بزاف. نشكر عمو يزيد اللي جعدنا وفرحنا.